ويلكم تو ماي شانل. يو ار واتشينج ميتا بالجيري شانل. لو اول مره عم تشوفوا قناتي بليز سووا سبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات اللي موجود جنب علامه الاشتراك لحتى توصلكم تنبيهات بكل فيديوهاتي الجديده اللي انا بنزلها. وما تنسوا كمان تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه فيا، رح تلاقوها هون وكمان موجوده بخانه المعلومات. بالفيديو تبعنا لليوم رح اخبركم عن اخر اشي اشتريته بموقع شين، ورح بلش معكم بالفستان الاحمر. رح تلاقوا صورتي هون بجنب الشاشه وانا لابسيته، سعره 16 دولار بس صبايا، والفستان بيجنن باللبس. انا اخترت هذا الفستان مينلي عشان الصيفيه البحر، سو مينلي الفساتين اللي انا مختاريتها اليوم كلياتها لطلعات جدا خفيفه للبحر. سو هيدا هو الفستان الاحمر، ومثل ما قلت لكم سعره 16 دولار. اما بالنسبه للفستان الثاني هو الفستان الاصفر، اي هو مقاسي بس ما اجى حلو علي. القياسات وكل اللينكس للاشياء اللي اخذتها رح تلاقوها تحت بالديسكربشن بوكس. سعره 17 دولار. ورح ننتقل مباشره الى ثالث فستان، وهو الفستان باللون، شوف عطني 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 عطني، ليش بوبي ليش بوبي ليش موكي. فستان الاسود هو فستان، شو بده يعطني موكي. فستان الاسود هو فستان، شوفوا هو سعره 18 دولار. مثل ما قلت لكم الفساتين كلياتها اللي اخترتها، سوري منكم، اخترتها اوهو سموكي، اخترتها كرمال الصيف والبحر. سو هيدا هو الفستان الاسود، شايفين صورتي وانا لابسيته، سعره 18 دولار. واخر فستان راح اخبركم عنه هو الفستان اللي انا لابسيته، سعره 19 دولار. كتير حلو لطلعات البحر المول، كتير خفيف باللبس، وعن جد انا كتير كتير حبيته. سو رح تشوفوا كمان صورتي وانا لبسيته، خبروني انتم شو رايكم، شو اكثر فستان عجبكم من الفساتين الاربعه. ما تنسوا كل اللينكس رح تلاقوها تحت بالديسكربشن بوكس، وانا القياسات الاسعار روابط الاشياء اللي انا اخذتها. سو القوا نظره على خانه المعلومات. شكرا كثير على متابعتكم لهذا الفيديو، ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب، تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيا، وكمان تابعوني على موقع meetupthegelil.org وانضموا الى السناب فاميلي لحتى تتعرفوا على يومياتي. لهون بكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو، وبشوفكم فيديو جديد. انا كثير بحبكم.